برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، وخلونا نروح لمحافظة البحيرة واللي انطلقت فيها فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى، وده بيتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة ومرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد. فعاليات المهرجان هتستمر لحد يوم 25 سبتمبر، واحنا معانا على الهاتف دلوقتي الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عشان نتعرف منها على كافة التفاصيل. صباح الخير عليكي. صباح الخير فشان، صباح الخير محمد. أهلا بحضرتك. يعني في البداية حابين حضرتك تعرفينا على تفاصيل الفعاليات اللي بتشملها أيام المهرجان. أولا صباح الخير، واسمحي لي أشكرك على التغطية العظيمة دي. المهرجان ده بيتم لأول مرة برعاية طبعا من وزارة الثقافة في شكل وزارة هيئة الأوبرا أو دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ووزارة السياحة والآثار، بهدف تنشيط يعني السياحة، و يعني ان يكون المواطن عارف المعالم الصحية. مش كل محافظة البحيرة عارفة رشيد. احنا امبارح كنا ممثلين 15 مركز. سامحيني، هو مش ممتد ل 25، هما 3 ايام، 22 و23 و24 سبتمبر الجاري. ما هو مهرجان شعبي يعني في اجواء يعني اجواء كرنفالية، نجوم الفن موجودين، فهيتم يعني ان شاء الله تواجد النهارده مثلا على سبيل المثال الفنانه نسمه محبوب وفريق اوبرا القاهره، الاوركسترا القاهره السيمفوني، وبكره ان شاء الله عندنا الفنان هشام عباس. وده يعني زي هديه من وزاره الثقافه ووزاره السياحه والاثار لاهالي رشيد اللي هم تصدوا للحملة الإنجليزية بقيادة فريزر سنة 1807 يوم 19 سبتمبر، وده بيواكب العيد القومي لمحافظة البحيرة. عظيم. دكتورة نهال، تم اختيار فعاليات أو أن يكون في مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في نفس التوقيت بتاع الذكرى الـ200 لفك رموز حجر رشيد، هل ده مقصود؟ طبعا كان في من جانب وزارة السياحة والآثار ان في مرور اكتر من 200 عام على فك رموز حجر رشيد بيواكب يوم 27 سبتمبر. فطبعا فيها، وحضرتك لو لاحظت الستيج كله والديكورات معموله على شكل روزيتا ستون او حجر رشيد في لفته، يعني طبعا الاهالي كلهم ملمين بده تماما. ف يعني بدعوكم ان انتم تطلعوا خارجي في استوديو لايف من المكان. الحقيقه المكان عباره عن مينا الصيد برشيد، ده ان شاء الله نكون موجودين باذن الله يا فندم. باذن الله، اللي اهداها لنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان رشيد طبعا بتتميز بالصيد ومراكز الصيد والمجال يعني الساحلي بشكل عام. فالاجواء جميله جدا، ادعوكم ان انتم تنورونا يعني. طيب دكتورة نهال، يعني حابة حضرتك تكلمينا بشكل عام عن المشروعات اللي تم تدشينها خلال العيد القومي للمحافظة. في عدد من المشروعات استاذة فسنت بتتراوح ما بين محطات معالجة وامتدادات لمحطات مياه وطرق تم رصفها ومكتبة مصر العامة بالدلنجات، ودي الثالث مكتبة تم رفع كفائتها ودخلت في العمل. فتحنا معرض دمنهور الخامس للكتاب، عندنا برضو عديد من المدارس الحقيقة للافتتاح، مراكز الشباب، حمامات سباحة داخل مراكز شباب، فيها يعني عدد طرق، كباري مشاه، عدد كبيرة جدا من الافتتاحات. لكن احنا طبعا حاليا في انتظار ان شاء الله تعيين محافظ للبحيرة، فالافتتاحات هتكون ان شاء الله بتعيين اول ما يتم تعيين محافظ يعني. طيب عظيم، هل في مظاهر اخرى للاحتفالات؟ طبعا احنا عاملين في المجال الطبي على سبيل المثال كان مؤتمر كبير عن الجوده بتشريف رئيس هيئه الاعتماد والجوده المصريه دكتور اشرف اسماعيل. عظيم. النهارده بيوم الجمعه، كل سنه وانتم طيبين، نقل شعائر صلاه الجمعه من مسجد التوبه بدمنهور عشان العيد القومي لمحافظه البحيره. المعرض الكتاب، كمان اطلقنا اول طابع تذكاري بريدي، اول مره محافظه البحيره او اي محافظه تعمل هذا الطابع. الطابع ده هدفه الهويه الوطنيه لكل مواطن او كل واحد من البحيره يعرف معالم بلده ايه. طرحناه في كل مكاتب البريد، 50,000 طابع في البحيره موجودين في 18 مكتب بريد، موجود حاليا 4,000 طابع، ومن حق اي واحد ان هو يعني يحصل عليه.
في برضو عديد من يعني المجالات عاملين تخفيضات، بعض الصيدليات والأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين عاملين تخفيضات على هامش العيد القومي، في ندوات ثقافية، يعني في حاجات كتير يعني. خيل. دكتورة نيال، يعني حابين نعرف من حضرتك كمان إيه آخر تطورات مشروع حياة كريمة عندكم في المحافظة؟ مشروع حياة كريمة يعني بيجري على قدم وطاق، وإحنا بنستعد إن شاء الله لافتتاح أول قريتين من قرى حياة كريمة في احتفالات أكتوبر القادمة بإذن الله. وإحنا شرفنا يعني على الانتهاء من جميع مشروعات الحياة كريمة عدا الصرف الصحي اللي قلنا أنه هو لازم هيمتد أكتر، لكن باقي المشروعات الحمد لله بنسبة أكتر من 91% جاهزة يعني. طيب ده عظيم جدا، دي أول مرة تعملوا فيها هذا المهرجان، مهرجان رشيد، هل إحنا مقررين ومخططين يكون معانا مهرجان سنوي في البحيرة؟ والله يا فندم أنا بناشد وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني طبعا ورئيس هيئة الأوبرا ان يبقى فيه طبعا مهرجانات على هامش ده، ولكن هو نهج يعني النهج ده خدته وزاره الثقافه ووزاره السياحه والاثار في جميع محافظات بتجوب محافظات مصر، يعني على سبيل المثال كانوا موجودين في طلبسطة في دندره، كانوا موجودين في صعيد مصر بشكل عام يعني، وده اول مره في الوجه البحري، فان شاء الله باذن الله يكون في نسخ اخرى، فندعو لذلك من وزيره الثقافه ووزاره السياحه والاثار ان شاء الله. يعني احنا حابين نشوف يمكن فعاليات اكتر واحتفالات اكتر في المحافظه، وان شاء الله كاميرا صباح الخير هتبقى موجوده وبتغطي كل ده. كل الشكر للمجهود كبير قوي بتقوموا بيه الدكتوره نيهال بلبع نائب محافظ البحيره.